لفت المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران براين هوك إلى أن هناك إجماعا على الدور التخريبي لإيران في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العقوبات هي مظهر واحد فقط من سياسة الولايات المتحدة ضد إيران. أشار إلى إمكانية توسيع الاتفاق النووي ليشمل جوانب أخرى غير النووي، مفيدا بأن قاسم سليماني متورط في نشر الأسلحة المحظورة في سوريا ولبنان. في وقت سابق شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على سياسة الولايات المتحدة الصارمة تجاه إيران، وأنها سوف تستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم قاسم سليماني.